انتم كما تعلمون نحن موقفنا بالنسبة لليبيا موقف واضح. نحن نعترف بالحكومة التي خرجت كمخرج من اتفاقية سخيرات التي هي اللي مركز عليها، ونعترف بهذه الحكومة وهي الممثلة لدينا من لدى السفارة، وهي المقيمة في طرابلس ولها اعتراف دولي من جميع دول العالم وكذلك من طرف الأمم المتحدة. ثانيا زيادة لذلك نحن ندعم مسار الأمم المتحدة، وهذا السبب الذي دعمنا مخرجات ما سمي بسخيرات، وندعم خاصة جهود الأمم المتحدة الداعية إلى وجود حل يكون راضي للجميع وممكن استمراريته على المدى الطويل. ولا شك أننا متألمين من الوضع الذي تعيشه ليبيا ويعيشه الشعب الليبي الذي كما تعلمون هو اليوم يعيش في وضعية صعبة، وهناك تدخلات خارجية خطيرة، ونحن في رأينا ضد كل التدخلات الخارجية، كل التدخلات الخارجية مهما كانت نحن ضدها، ونرى أنه من المهم أن نترك الليبيين الفرصة لحل مشاكله. وتابعنا بكثير من الاهتمام الاجتماع الذي كان في برلين الأسبوع الماضي، وطلعنا على نتائجها، وهناك أمل كما تعلمون مطالبة بأن يكون هناك وقف إطلاق النار، ودعت إليه كذلك روسيا في الاجتماع الذي حصل في روسيا ما بين تركيا وروسيا والأطراف الموجودة في طرابلس، وكذلك حفتر حضر ذلك الاجتماع في موسكو، وحضر كذلك الاجتماع في برلين، وحضرته الحكومة المعترف بها دوليا. إذا نحن نهتم بهذا الموضوع، وكل ما يؤلم أو يضر الشعب الليبي هو يهمنا، ونريد استقرار ليبيا اللي هي دولة مهمة من المنطقة وعضو في الاتحاد المغرب العربي، ونتمنى لها ولشعبها الاستقرار.